يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المرأة في الخلع أن ترد جميع ما أنفقه الزوج كأجرة قصر الأفراح وثمن العباءة التي اشتريت لها والوليمة وما أشبه ذلك؟ الخلع يكون على ما يرتضيه الزوج، لكن يستحب أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن زاد فلا بأس، يجوز ذلك. قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، ولم يحدد. وهي إذا كانت ما تريد الزوج تشتري نفسها منه، تفتدي نفسها منه بما يطلب منها، لكن هو يستحب له ألا يزيد على ما أخذ منه، هذا إذا كانت هي التي لا تريده. أما إذا كان هو الذي لا يريدها فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا أبدا، لأن المهر استقر لها وهي تريده، لكن هو الذي لا يريدها هذا يطلقها بدون شيء. قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفاحشة. نعم.